هاي كيف كون؟ خلاص والله ما عيد هل عن ابوها حاله يا شيخ، واحد ما يتميلح عندكم الزبده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم خليل. كذا زين؟ طيب شكرا. في فكره عندي، بس ابغى ان شاء الله بصير نشيط وبنفذها. بحاول اخلي عندي زي جدول اسبوعي انزل فيه، اللي هو برنامجين اصير انزلهم في الاسبوع، واحد يكون يوم الثلاثاء وواحد يكون يوم الاحد. ان شاء الله اذا قدرت اسويها رسميه وصار عندي وقت. غير كذا بتكلم الفيديو هذا عن اللعب نفسه، اول يعني من زمان ما تكلمنا عن اللعب. زي ما انتم شايفين سيرش اند دستروي، في البدايه انا مسكت اللي هو الطريق اليمين، والسبب انه شفت الشباب كلهم ماسكين الطريق اليسار. في السيرش دائما لا تمشي في وسط الخريطه، لا تكون في نص الخريطه. لو تلاحظ هنا الشخص اللي بذبحه يعتبر في نص الخريطه. المكان اللي انا طلعت منه مكان ممتاز، ودايما اذا ذبحت واحد غير مكانك، حط كليمر في الطريق لان دايما واحد بيلحقك. فالكليمر هذا ميزه، حطه وامشي وما عليك منه. لو تلاحظ الحين هذا الكل الثاني، الكل الثاني ما تعبت فيه ولا شيء، حطيت كليمر ومشيت وبس انتهى الموضوع. هنا تشوفني وقفت في محل واحد قاعد اتكلم مع الشباب واقول لهم عندي سباي هل استخدمه ولا لا، والشباب قالوا لي لا لا تستخدمه، خله في الراوند الثاني هو الحل الصحيح يعني، لانه هو باقي الى الحين الظاهر باقي اثنين بس. فتستخدم السباي اذا كان ما في وقت عندك. وحاليا يعني احنا كل تقريبا كل فريقنا موجود، وهم ضدنا في اثنين بس، فمو مشكله. واحد مات الحين باقي واحد، فما ما ما له حاجه استخدام اللي هو السباي بلين. لو تلاحظ الحين بيموت، وزي ما توقعنا كنا دائما كنا قاعدين نتكلم وتوقعنا انه لسه قاعد في السبون حقه، وكان توقعنا انه ما قاعد يلعب اصلا. دايم في السيرش بعد ما اذا خذ وقت يعني دايم مر على السبون فريق الخصم وطالع. هنا لو ان الشخص اللي ضدنا كان مستخدم سلاح غير السنايبر، كان في احتمال انه يعني يذبح الشخص اللي قدامه، لكن ما اتوقع انه كان عنده فرصه انه يفوز. لو تلاحظ في الراوند الثاني الحين سلكت نفس الطريق اللي انا استخدمته. في السيرش دائما ما يمدحونك تستخدم نفس الطريق اللي انت استخدمته من قبل، والسبب ان الناس بتتوقع اللي قاعد تستخدمه، لكن الفريق اللي ضدنا ما كان فريق قوي، وما كان عندهم ما كانوا منظمين وما كانوا متفاهمين مع بعض، فما كان عندي اي مشكله. الفريق اللي انا معاه يعني كلنا متفاهمين، كلنا قاعد نتكلم مع بعض. ولو تلاحظ خط اسيست فيه، الشباب ما شاء الله من نوع اللي يلعبون رش، فاول ما بدينا انا رحت يمين راحوا يسار، وهم يعني كلها نص دقيقه وهم وصلوا للسبون الفريق اللي ضدنا. الراوند هذا ما في اي شيء يذكر، لكن اهم شيء في الريسيرش اللي قاعد يصير اللي هو التواصل. احنا نتكلم كل واحد يقول وين هو بالضبط، على اساس لو انه انقطع صوته يكون يعني عرفنا وين هو، من اللي انقطع صوته نعرف مكانه. هذه بدل اليو اي بي. وهنا نفس الشيء، نفس الشخص اللي كان عنده سنايبر لو تلاحظ ما قدر يذبح، لو كان يوسف هنا ما قدر يذبحها، والسبب انه سنايبر ضد رشاش مستحيل يفوز السنايبر في مسافة قريبة. ولو ذبح السنايبر يبقى في احنا مجموعة ضده، هو واحد بسنايبر سلاح ما هو بعملي يعتبر. لو تلاحظ الراوند هذا بعد استخدمت نفس الطريق. هنا ميزة اللي هو الاكستندد ماجازين، كانوا اثنين قدام بعض، فانا بديت ارش بدون ما اقعد احاتي والله بيخلص الرصاص ولا بعشق. ولو تلاحظ عند في الفيد دبل كل عندي ودبل كل عند ابو عزيز، كذا اربعه راحوا باقي اثنين. كل اعيد واحرص ان ميزه اللعب مع الفريق انك ما تقعد حاتي. خلاص يعني الحين تقريبا فزنا، انتهى الراوند 3-0. ننتظر الحين الراوند الجاي. ولو تلاحظ الفاينل كل شوف يعني الكل حوالين الشخص، كل الفريق تقريبا حوالين الشخص اللي ضدنا، فلو ذبح واحد في اكثر من واحد راح يرجعون ويذبحونه. هنا انا برتكب غلط كبير في الطريق المعاكس. انا توني كنت اقول ان ما تسلك الطريق اللي في النص، وهذه غلطتي انا في اللي هو الراوند هذا، انا سلكت الطريق اللي في النص. لو تلاحظ الحين ذبحني دايم، لو يعني الطريق الصحيح اني كان ادخل من وراء على اللي هو المستودع اللي يصير على يدي اليسار. هذه اكبر غلطة انا سويتها. الحين احنا قاعد نراقب اكثر من شخص من الفريق، لكن بوقف عند ابو عزيز بعد شوي، ننتظر ابو عزيز يجي. بس هذا ابو عزيز، ولو تلاحظ الحركة كنا نضحك عليه ونطنز عليه انه يستخدم اللي هو تكتيكال انستراكشن، والتكتيكال انستراكشن ما منه فايده، اللي هو تكتيكال انسيرشن ما منه فايده في السيرش.
لكن ابو عزيز كان يرميه على اساس انه يموه عليهم، هو كان موجود في الكلاس، فكان يحطه في الطريق اي واحد بيمر، ومبين من الفريق اللي ضدنا انه ما عندهم خبره، فاي واحد يمر بينتظر بيدور حوالينا، يعني هو زي الطعم اللي حطه في الطريق. وهذا الفاينل كل كام اللي هو ذي هوندا عبد الله. تكلمت عن الجيم، مع اني ما احب اتكلم عن الجيم، لكن نشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه.